اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول رحمه الله: تارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من هو؟ قرأت مرة عن ابن الجوزي رحمه الله. هل تعرفون ابن الجوزي؟ من أكبر الدعاة رحمه الله تعالى. كان عنده محاضرة أو درس، كل الأسواق والساحات والمسجد كلها تمتلئ من الذين يحضرون درسه. قال كلمة جيدة يوصي إخوانه المسلمين، أنا أخذتها من التقويم والتقاويم ولله الحمد. فيها فوائد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، اعلم أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول رحمه الله: تارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعادي. فالسعيد من هو؟ ما دام أن هذه الدنيا أحياناً ذل وأحياناً فقر، كم من إنسان الآن غني وأبوه كان فقير، كم من إنسان أبوه كان غني وهو فقير. فما هي وصية ابن الجوزي رحمه الله تعالى؟ يقول: السعيد من لازم أصلاً واحداً. لا تتعب نفسك، من لازم أصلاً واحداً على كل حال. إن كان فقر فهو ملازم لهذا الأصل، إن كان غنى فهو ملازم لهذا الأصل، إن كان مشاكل هو ملازم لهذا الأصل. فالسعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل. فإنه إن استغنى زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلي حملته، ولا يضره إن نزل الزمان به أو صعد أو أعراه أو أشبعه أو أجاعه. ولذا يوصي الإنسان التمسك بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهي الله عز وجل، يبتعد عما حرم الله عز وجل ويتمسك بهذا الأصل. صلاتي ما أتركها، صلاتي لا بد أن أتقنها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا الشيطان يدخل على بعض من الناس ويسرع في صلاته ويضيع صلاته، فلا بد للإنسان أن يهتم بصلاته.